سحاب. عمر يا باشا، خد 2 دولار حجز. حجز ليه بس يا باشا؟ واحنا عملنا ايه يا باشا؟ مالته ايه؟ انتوا صوت دوره روح امك. الراجل واقف بره ده فلوسه راحه بسبب ذمتكم الواسعه. يلا يلا يا باشا. والله حرام يا باشا، ما عملناش حاجه يا باشا. ربنا ده ظلم برحاب، وربنا ما عملنا حاجه. والله يا ظلم يا باشا. هات نجلاء وسعاد من بره. تحت امرك عسكري، خد 2 دولار على الحجز. سعاد اهاب محمد. ايوه. نجلاء حسين مرسي عويجة. ايوه. اتفضلوا. اتفضل يا استاذ. اتفضلي اقعدي. اتفضلي اقعدي. شكرا يا باشا. انت نجلاء؟ والله العظيم يا باشا انا ما عملت حاجه. والله العظيم يا باشا انا غلبانه، انا ماشيه جنب الحيط. اسال سعاد يا باشا. بتعيطي ليه يا بنتي وحد جه جنبك؟ انا استشفتكم واخدين الاثنين دول وشكلكم بتحبسوهم. والله انا ما عملتش حاجه يا باشا. اسال سعاد يا باشا. والله العظيم دول عاملين مصيبه عشان كده قبضنا عليهم. انت خايفه من ايه؟ انا لسه ما سالتكيش عشان تتكلمي. ممكن بعد اذنك تسكتي عشان نعرف نبتدي؟ حاضر. عايزه تروحي؟ ايوه يا باشا والله اسكت خالص. اهدي قولي لي يا سعاد، انت عايشه مع المرحوم من امتى؟ من 10 سنين يا بيه. غزال بيه الله يرحمه يعني خدنا انا ونجلاء من المستشفى عشان نعيش معاه. واخر مره شفت فيها غزال السيد كان امتى؟ اخر مره كانت من حوالي كده شهر ونص. الكلام ده يعني كنت انا اخر مره عنده في البيت قبل ما اتجوز. حاكم جوزي كان متضايق يعني ان انا ارجع اشتغل تاني بعد الجواز. طب واخر مره شفت بطاقه المرحوم كانت امتى؟ اخر مره يا بيه لما كانت ام فاتن عندنا. ايوه الكلام ده كان مثلا ايه من حوالي اسبوع 10 ايام قبل ما اسيب البيت وامشي. كانت هي بتنظف البيت واحنا يعني اللي كنا بنفضي الادراج عشان كان فيها حاجات مهمه. ويوم انا شفت البطاقه بنفسي وعينتها وحطيتها مكانها. يعني البطاقه ما خرجتش من البيت خالص يا سعاد؟ لا يا باشا ما خرجتش. يعني انت يا نجلاء اللي كنت قاعده معاه في البيت اخر شهر ونص لوحدك؟ ايوه والله العظيم يا باشا. طب قولي لي يا نجلاء مين كان بيزوركوا؟ مفيش حد خالص يا باشا. انا كنت انا والمرحوم لوحدينا، كنت انيمه واقعد اتفرج على التلفزيون. مفيش غير كده انا وهو والكلاب اللي كان المرحوم مربيهم في الجنينه. طب هسألك سؤال بطريقه تانية، مين ممكن يكون جه البيت وسرق بطاقه غزال بيه؟ يا باشا بطاقه المرحوم كانت في درج الشفونيره اللي في اوضه نوم المرحوم، ودي ما كانش حد بيخشها غير انا وسعاد بس. البيت كله يا باشا ما كانش حد بيدخله غير بتاع كهربا، بتاع غاز، ميه او البواب، وهو بيجيب لي الشهريه والطلبات كل اول شهر. غير كده مفيش يا باشا. يعني حتى بتوع التعداد لما جم خدت البطاقه ورجعتها مكانها تاني بالظبط. انا المرحوم ده كان بمثابه والدي. نجلاء انت بتقولي ايه؟ تعداد ايه؟ واحده جت من حمله بقينا كام اخذت بيانات البطاقه وخلاص. طب واحده واحده بس كده، خلينا بس ايه في البنت بتاعت التعداد. يعني هي اخذت البطاقه وخرجت بيها بره؟ لا طبعا يا باشا، انا مجنون هسيبها تخرج بالبطاقه؟ هي اخذت البيانات وهي واقفه قدامي، بعدين رجعت لي بعدها بثلاث اربع ايام عشان تاخد بياناتي انا كمان. انت لسه عنوانك شبين الكوم يا باشا. انا لما طلعت البطاقه دي انا كنت ساعتها في دار الايتام اللي انا اتربيت فيها لانه انا اصلا يتيمه، بس انا محل سكنتي كان في الفيلا اللي كنت براعي فيها عم غزال الله يرحمه. ده البيت الوحيد يعني. انا من ساعتها يا باشا وانا في الشارع. طيب. انا مش عارفه اقول لحضرتك ازاي. بس خليها في المهم، بس خليها في المهم. بس شكلها ايه الست بتاعت التعداد دي بقى؟ هي كانت محجبه وكانت مليانه شويه يعني كده عريضه، وكانت لابسه كاسكته وكانت لابسه نضاره كبيره، وهي ورتني الكارنيه يا باشا بس انا نسيت اسمها. كارنيه التعداد؟ ايوه يا باشا. كانت لوحدها ولا معاها حد؟ لا كانت بخيبه يا باشا، هي كانت لوحدها.